فاصون سي سامبل اليوم جينا باش نعرضوا قدام السيد الوزير بزاف ديال المشاكل اللي كيعاني منها الفنان واللي عارفها السيد الوزير واللي عارفينها الفنانه. سوف كو اليوم كونتريرمون ا دوطخ فوا جبنا حل هو بانه لو سيستيم دو ريبارتيسيون ديال لي دغوا اليوم غيديروا واحد الناس كيقيدوا بالستيلو ويقدر يكون كيعرف فلان وكيعرف هذا وفرتلان وصاحبه وصاحب هذا. منهم بغينا لا ماشيني اللي دير هادشي كيف ما كاين في العالم كامل. دونك سي لوجيسيال كي فيغ لا ريبارتيسيون لا ديستريبيسيون دي دغوا سولون لا ريكونيسونس ديال هذا داز بحال شازام. شازام كيعرف شكون هو الاغنيه الفلانيه هذا توا غادي يعرف. اون فوا غادي يعرف ما غيبقى يدخل فيها حتى شي واحد بصباعه. دونك اوتوماتيكمون غتكون نزاهه وشفافيه. داك اللي كيخرج بزاف غيتخلص اكثر من داك اللي ما كيخرجش بزاف. داك اللي ما كيخرجش بزاف غيولي بزمنه يخرج يعني مزيانه ميم بوغ المجال الفني عامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.